عملها عملها يسيبها الحسن وليد بعد جديد الجديد والمفيد في ايدك يا حسن يا وليد ويحيى نروح للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك واللي بيواصل هو أيضا تدريباته على صالة النادي استعدادا للموسم الجديد. الجهاز الفني بقيادة الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو بيركز في الفترة الحالية على الجانب البدني مع تخصيص طبعا فقرة من التدريبات على الجوانب الخططية والفنية. بيعمل تقسيمة طبعا ما بين اللاعبين في نهاية التدريبات، والحقيقة أن فرناندو يعني اللعيبة حباه، هو شخصية لطيفة جدا وودودة جدا وفاهم اللعيبة وحاسس بيهم، يعني في يعني بتمنى إن شاء الله. طبعا أنا مش مع فكرة أن أنا أقدر أقول المدرب كويس أو وحش، السي في بيبقى كويس، لكن هو المهم أن الكيمياء بتركب مع بعض ولا لا. الكيمياء مبدئيا يعني أنا حاسة أنه اللعيبة يعني حبة فرناندو جدا، سواء اللعيبة الكبار اللعيبة الصغارين كلهم حابين فرناندو بشكل واضح جدا. الراجل ودود جدا، الراجل لطيف جدا، بيحاول يقرب منهم بشكل كبير، ولكن ده جزء من كيمياء المدرب مع اللاعبين. جزء ليه؟ لأن هناك جزء بيبان أيضا في المباريات. أنا النهاردة تمام، أنا حبه جدا وفي التمرين والدنيا لطيفة وبتاع، وقت المباريات المهم ان كميتهم تركب مع بعض، وقت المباريات المهم انه ككوتش يقدر يدير المباريات معاهم، لان جزء برضو من ادارتي للمباريات ان انا يبقى اكيد في جانب من ان انا كميتي تبقى راكبه مع اللعيبه دي، وان اللعيبه دي تبقى واثقه في الروتيشن بتاعي، واثقه في اختياراتي في التبديلات اللي انا بعملها. ده هيبقى مهم جدا ان اللعيبه تبقى حاسه ان الراجل ده كروتيشن وككوتشنج كويس جدا، فهيبداوا ان هيبقى في ثقه ما بينهم. لحد دلوقتي يعني سواء على مستوى التدريبات سواء على مستوى حتى التعامل الشخصي اللعيبه حباه جدا. المهم انه ان شاء الله الكيمياء دي تكتمل بايضا المباريات، وقت المباريات الكيمياء بتكتمل بقى بينه وبين اللعيبه، فان شاء الله تكمل على خير بينهم وبين بعض. لكن كسي في الراجل ليه سي في قوي جدا جدا بالتاكيد. زي ما عارفين ان كوماندو زياد الزمالك هيبدا الموسم بمواجهه المعادي في الجوله الاولى من دوري المحترفين يوم 20 سبتمبر المقبل باذن الله. كمان الفريق بتنتظره ارتباطات قويه جدا في كاس العالم للانديه سوبر جلوب اللي هتستضيفها مصر في الفتره من 27 سبتمبر ولحد 3 اكتوبر. واسفرت القرعه عن وقوع فريق يد الزمالك في المجموعه الاولى مع فيسبريم المجري وتوباتي البرازيلي. المجموعه مش سهله. ليه المجموعه مش سهله؟ لان الفريق البرازيلي، عشان برضو الناس تبقى فاهمه هو الموضوع هيحصل ازاي. طبعا انت عارف ان فيسبريم وبرشلونه والفريق الثالث مين يا شباب؟ حد يفكرني. وماجد بورج الالماني. الثلاثه دول انت عارف انهم كده كده صاعدين، يعني على الورق، يعني على الورق هم كده كده صاعدين للمربع. هياخدوا معاهم احسن تاني. طيب احسن تاني ده بيتحدد بناء على ايه؟ بناء على النتائج. يعني اللي هيقدر يكسب الفريق اللي معاه في المجموعه فرق سكور اكتر من باقي الناس، اكتر مثلا من الزمالك، يعني مثلا الزمالك قدر يكسب توباتي البرازيلي اكتر من الاهلي في نتيجته مع سيدني الاسترالي، واكتر مع الخليج مع الفريق الامريكي. النتيجه دي اللي هتحدد مين احسن تاني. احسن تاني يعني هم هياخدوا الثلاثه اللي على راس المجموعات واحسن تاني. المفاجات وارده مفيش كلام، لكن انا بكلمكم دايما بحب اتكلم مع جماهير الزمالك على ارض الواقع. احنا بنتكلم على ارض الواقع، الطبيعي اللي انت عارف ان في ثلاثه هم على راس المجموعات، هم حتى في التصنيف الاول اللي هم فيسبريم المجري وماجد بورج وبرشلونه، انت عارف ان دول على راس المجموعات وان هم على الورق بنسبه كبيره هم اوائل مجموعاتهم، فبالتالي هيطلعوا لدور الاربعه. احسن تاني اللي هيعمل احسن نتيجه قدام الفرق اللي معاه في المجموعه. بنتمنى طبعا سيدني اضعف من توباتي،
والفريق الامريكي يعني توباتي اقوى الثلاث فرق دول يعني من الاخر. توباتي البرازيلي هو اقوى من هو اقوى من سيدني واقوى من امريكان ايجلز الامريكي طبعا، هو اقوى من الاثنين. ولكن مفيش حاجه مستحيله، ان شاء الله الزمالك يقدر يعمل نتيجه كويسه في المجموعه، ومحدش عارف، المفاجآت وارده طبعا. فكل التوفيق لكوماندوز الزمالك باذن الله خلال كاس العالم للانديه. نروح دلوقتي لفريق يد سيدات الزمالك اللي حصل على راحه لمده 48 ساعه من التدريبات، وده بعد مباراته الوديه اللي لعبها النهارده امام منتخب مصر الاول، واللي كانت بالمناسبه في المركز الاولمبي بالمعادي ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. الفريق هيرجع للتدريبات يوم الثلاثاء اللي جاي على صاله النادي، والجهاز الفني هيحدد موعد المباراة الودية المقبلة ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد. الفريق طبعا كان بدأ فترة الإعداد بتدريبات بدنية قوية، وبعدها عمل معسكر في 6 أكتوبر ركز فيه على الجوانب الفنية لزيادة الانسجام بين اللاعبات، خاصة العناصر الجديدة اللي تعاقد معاها النادي لتدعيم الصفوف. هو مش معسكر بس، يعني هو بيبقى تدريبات بدنية البنات بيعملوها مع طبعا الجهاز الفني في 6 أكتوبر في هناك يعني، ولكن هو معسكر مفتوح يعني عشان بس يبقى الكلام محدد. زي ما عارفين طبعا ان إدارة النادي دعمت فريق السيدات بعدد كبير من اللاعبات استعدادا للموسم الجديد، وعدد كبير دي دايما بحب اوضحها، عدد كبير من اللاعبات الفري اللي عقودهم بسيطة جدا جدا، عشان بس ما حدش بيقول انه حدش يقول انه يعني بيكون في اهدار للموارد المالية مع فرق السيدات. لا، الناس بتدعم في حدود امكانيات النادي في الظروف الماليه طبعا الصعبه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. الناس بتتعاقد بما يلائم ده مع اللاعبين الفري مع عقود بسيطه جدا جدا جدا، مع لاعبه واحده اللي هي منى الحناوي طبعا لاعبه منتخب مصر، دي الوحيده اللي كانت على سبيل الاعاره واللي رقمها برضو قلت ان انا ما اقدرش اقوله، ما بحبش اقول ارقام، ولكن رقم يعني كإعارة يعني بسيط جدا، مع تفعيل بند الشراء برقم برضو عادي جدا بسيط جدا، ولكن في نهاية السيزن لو النادي قرر انه يفعل بند الشراء اوكي، ما حصلش يبقى هو الإعارة فيه برقم بسيط جدا، ولكن باقي اللاعبات هم فري وعقود بسيطة.